يقول ابن تيمية رحمه الله في بيان سبب تأليفه للواسطية، قال: هذه أي الواسطية كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى ما الناس فيه في تلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك، أي طلبت منه أن يعفيني من هذا الطلب، فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر في جلسة واحدة بعد صلاة العصر، حرر رحمه الله تعالى هذه العقيدة تحقيقا لرغبة هذا السائل الملح على شيخ الإسلام رحمه الله في أن يكتب عقيدة يحفظها ويعتمدها لنفسه ولأهل بيته. يستفاد من هذا السياق أن الحاجة إلى بيان العقيدة وإيضاحها للناس وربطهم بخالقهم وربهم وسيدهم ومولاهم جل شأنه باعتقاد صحيح وإيمان قويم، هو الذي تكون به معالجة ما يفشو في المجتمعات من انحلال وانحراف، لأن أعظم أسباب الانحراف في المجتمعات عدم المعرفة بالله وبعظمته وجلاله وكماله جل شأنه وما ينبغي أن تكون عليه القلوب من تعظيم الله وإجلال. وقد قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. لكن إذا ضعفت المعرفة بالله وبما ينبغي له جل شأنه تتسلل إلى الناس أنواع الانحرافات وصنوف الانحلال والفساد. فالدواء الناجع والشفاء لذلك كله صحة الاعتقاد. فإذا صحت العقيدة صلح العمل وزان السلوك وطابت النفس. وتأمل ذلك في شكاية هذا القاضي الصالح، أحسبه كذلك، لحال بلده بذكر فشو الجهل وكثرة الظلم ودروس العلم وكثرة الفساد، فذهب يطلب حلا لهذه المشكلات بأن يطلب من شيخ الإسلام أن يكتب مصنفا في الاعتقاد.
مصنفا في الاعتقاد. قال: وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم. وأنت إذا نظرت في زماننا هذا تجد أن هذه الشكاية بعينها فاشية، وهذا الأمر المؤلم والواقع المؤسف موجودا في كثير من المجتمعات. فما أحوج الناس وما أشد ضرورتهم إلى أن يعتنوا بالعقيدة وأن يعلموا العقيدة وأن يربوا على العقيدة وأن ينشر بينهم التوحيد والإيمان وحسن الصلة بالله جل شأنه. وكان هذا القاضي الحصيف يرى أن العقيدة هي الحل وأنها هي الشفاء، ويرى إمامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومكانته العظيمة، فطلب منه وألح عليه حتى كتب هذا المصنف.